في هذا الدرس التحديد المتعلق برسم المثلثات وارتفاعاتها. هذا الشكل الهندسي نعرفه، لذلك سنبدأ بالتذكير. إذا نقول المثلث آ ب ج، نكتبه آ ب ج كل حرف على حدة أو بين قوسين آ ب ج، هذا من حيث التسمية. إذا هو شكل هندسي له الخاصيات التالية، له ثلاثة أضلاع. مثلا المثلث آ ب ج، الضلع الأول آ ب، الثاني آ ج، والثالث ب ج. له أيضا ثلاث رؤوس، آ هو رأس، ب رأس، وج رأس. ثلاث زوايا، الزاوية آ ب آ ج التي رأسها آ، الزاوية التي رأسها ب، ب آ ب ج، والزاوية التي رأسها ج، ج آ ج ب. مجموع قيس الزوايا كل المثلث 180 درجة، مهما كان نوعه مجموع زواياه 180 درجة. المثلث أربعة أنواع، طبعا هذا كلها تذكير تعرفونها ولكن من قبيل التذكير. المثلث العام أو العادي، أقوله العام أو العادي، والمثلث قائم الزاوية، المثلث متقيس الضلعين، والمثلث متقيس الأضلاع. سنرى هذه أمثلة لذلك. هذا الشكل هو مثلث عادي، هذا فيه زاوية قائمة لذلك سمي قائم الزاوية، هذا ضلعان، هذه الإشارة أو هذا الرسم يدل على أن هذين الضلعين متقيسين. إذا هذا مثلث متقيس الضلعين آ ج و ب ج متقيسان في هذا المثلث. وهذا انظروا هنا، هذا مثلث متقيس الأضلاع، أضلاع الثلاث متقيسة. نعم، النجم التسمية الأخرى في دول أخرى يقول يعني متقايس الساقين، قد تجدونها ربما في الإنترنت إلى غير ذلك. طيب، إذا قائم الزاوية سمي كذلك لأن إحدى زواياه قائمة بالزوايا. أين في هذا؟ أي قسمت حتى 90 درجة، وهنا حتى أفتح قوسين، إذا كانت هذه 90 درجة، يعني مجموع الزاويتين فتحتين لماذا؟ لأن 90 مع مجموع هذه وهذه 90 180 درجة، مجموع زوايا المثلث 180 درجة، هذه 90 ماذا بقي؟ بقي 90 هي مقسومة، هي مجموع فتحتين الزاويتين الباقيتين. المتقيس الأضلاع هذا خاصيته من حيث الزوايا أن هذه الزاوية وهذه الزاوية متقايستان، الضلعان متقايسان، والزاويتان هذان من حيث فتحتهما متقايستان كذلك. متقايس هذا المثلث متقايس الأضلاع، الأضلاع الثلاث متقايسة، وأيضا زواياه الثلاث متقايسة لها نفس الفتح. إذا كم يكون فتحة الزاوية في هذا المثلث؟ كل زاوية كم فتحتها؟ 180 على ثلاثة متساوية، 180 درجة على ثلاثة زوايا متقايسة، إذا يساوي نعم 60 درجة. النوع الثاني متقايس الضلعين لأن له ضلعان متقايسان، وله أيضا زاويتين متقايستين كما ذكرت. متقايس الأضلاع، أضلاع ثلاثة متقايسة، وزاوية الثلاث أيضا متقايسة. طيب، الوضعية الاستكشافية هذه إذا تجعلنا أمام مفهوم جديد، هو مفهوم هذا بمدرسة المنارة حول مثال الشكل، مثل سيد حازم برسم أقيسة أضلاعه تباعا 10 و 9 و 7 و 6. يريد السيد حازم تقسيمه إلى جزئين بجدار قصير يسهل أحد رؤوسه الضلع المقابل له، فوجد نفسه أمام ثلاث خيارات. هنا جدار قصير يعني أقصر جدار ممكن، وسنرى في الرسم بعد ذلك. إذا هذا يجعلنا قلنا أمام مفهوم جديد يتعلق بالمثلثات، وهو مفهوم الارتفاع. مفهوم الارتفاع هو الضلع أو قطعة مستقيم تكون عمودية على أحد الأضلاع وتمر من الرأس المقابل، لأن أقصر كما قال أقصر يعني جزء مما سيبنيه أقصر جدار
سيدني سيد حازم هو ان يكون عموديا على الضلع المقابل ويمر منا الزاويه المقابل. اذا سنرى فيما يلي كيف نرسم ارتفاع المثلث، كيف يكون نرسم هذه القطعه قطعه المستطيل هذه، وتكون اذا اسهل طريقه هي باستعمال الكوس. اسهل طريقه باستعمال الكوس، وسنرى الاصناف الاربعه من المثلثات كيف نرسم ارتفاع كل منها. طيب هذا ما نوعه؟ مثلث عادي او عام؟ قلت ما دمنا الارتفاع يكون زاوية قائمة مع الضلع أو القاعدة فنستعمل الزاوية القائمة للكوس. إذا لو أردت أن أرسم الارتفاع القائم على هذا عمودي على ب ج، إذا أضع الكوس على ب ج وأسحبه إلى أن يصير إذا هذا الضلع من الكوس مارا من هكذا. إذا ثم بعد ذلك أرسم الارتفاع أو أرسم قطعة المستقيم هذه، وعادة أرسمها بهذا الشكل يعني بخطوط مقطع. إذا هذا آ نون مثلا، آ نون هو ارتفاع المثلث آ با جيم العمودي على با جيم. انتبهوا يمكن أن أرسم ارتفاعا آخر على اختار قاعدة أخرى. إذا كانت في المرة الأولى اخترت القاعدة ب ج، يمكن أن اختار القاعدة أ ج، فيكون بهذا الشكل. إذا الارتفاع الثاني يكون بهذا الشكل عمودي على أ ج ويمر من هذه النقطة. إذا هذا كون زاوية قائمة هنا، هذا أيضا كون زاوية قائمة هنا. هل يمكننا أن أجد حلا آخر خيارا آخر؟ نعم، العمود على آباء والمارة من جيم، عمودي على آباء ويمر من جيم. إذا عمودي على آباء ويمر من جيم. إذا هكذا عمودي على آباء ويمر من جيم. هذا كم عندنا من ارتفاع لهذا المثلث؟ ثلاثة ارتفاعات. نعم ثلاث ارتفاعات. إذا كل مثلث له ثلاث ارتفاعات. في كل مرة أغير قاعدة تعتبر قاعدة الارتفاع هذه. في كل مرة أغير قاعدة أتحصل على ارتفاع. طيب هذا مثلث عادي أو عام، هذا مثلث متقايس الضلعين. أيضا يمكن أن أرسم ارتفاع العمود على باجي والمار من أ. هذا الشكل
حتى تصير الفرع الثاني يساوي قائمة الكوسر مرة من جي، لأن هنا أيضا سيكون زاوية قائمة، وهذا الارتفاع الثالث لهذا المثلث. هذا المثلث نوعه متقايس الأرباع ومتقايس الزوايا، إذا سنرى ارتفاعاته. إذا هذا الارتفاع الأول، هذا الارتفاع الأول، إذا يكون زاوية قائمة المهم مثلا، ثم الثاني تتقطع في نقطة دينا
بقية نقاط التقاطع دائما نجدها داخل المثلث. ما يمكن إرادته هنا في هذا المثلث أن ارتفاعات هذا المثلث هي أيضا متقايسة، ويمكن أن نتفاجأ من ذلك لأن باستعمال هي باستعمال البكارة والمسطرة. إذا الارتفاعات أيضا متقايسة، متقايسة الضلعية الأرضية، متقايسة الزوايا، متقايسة الارتفاعات، متقايسة أيضا الارتفاعات. كذلك هنا نقدر نضيف نقطة